كات زكريا وحنقرين وهاي صابر حسن عبد نور وحا دفاعي إلى وهلي أو كات دودائي أو كات جلة قيبي هوري دفاع أنا عيجا سوق بي مركا أنا جد دفاعي وحوك كوبين هاي نور الريموت وأن سيور دعم محكمة دوج سوق بين دونه كدبنا وحن جد جلي دونا نحرك دفاع عادي لا يرادو دفاع وراي وحوي هاي أرين كوسابسان فلانقين يلا فجوريت كوسابسان وربحين تباريستا فتشهد حفيز كان تروره جود قرنك وحن صوبن ديجي دونا دي لا يرادو نحر جود خلاصات ككوجرا باريستاس يلا ذا هاي إيمه إلي إلا ذا هاي وربحين تاس إسبورين كوجرا وربحين تاس هيو نتيجة ده إنه صوبه هي سمر كان أريماز دول يستأجنو دفاع اللواط وحنقنا يا دفاع أبو كات جل وحكتا تابتي لكن أصل كيس أنا نقول جيدين دونه كسابسان شقالة دولدية ليد شقالة جارة أنا قف كي نو كشقة شقة دولدية هي شقة ما ده بنان ما دمبيا ما كطلعنا هذه أرين تاس الله سامي مسؤولية دمبي تاس أيا أيا أنا كادر دونه دي إلهي رهدو دفاع سدحات وحنا قندونا إن دول استأجنو حساباتك أما واحد لو يقانو فسرات حساباتك إن عن دول استأجنو حساب تصابر العجاه كلا دوان لوجود ريا ما أي مرن بريكوبات سي مبدئيا أنا يعني دول استأجدونا إن حساب العج مرتو العج مران أصلا أنا مدم بيا مسدم من معها يسؤال لما يدعمر كورك جواب دونا كدبنا أرنت حسابات كان قلي دونا أرنت أفراد وحي تاي مسؤولية عدين دنبيغا يعد إسارا تاي يو مبدأ بريئهان شيها أصل كاه ورطايا لقربة عدين تا يو قفك إذي سنها محال لقربة مادام أو أصل أهام بأن أقنى هاي إن قفك وبريئي إلا لقهلو واحد دنبيغا لوها يستكو عدين يو أنت أسمع كان دفاعي ده سوء جدبو وحن صوبن ليك دونا دي إلى هي رأي عدين أهان محكمة أولى وداقي دونا كو صوبن ليك دا عديمو كسابسان شقده صابر جزيلة عديمي هي جزيلة إنه وشقى عدينه كسابسان أيان صوبن ليك دونا دي إلى هي رأي دو طبعا نحر يرى كورمري دونا لكن كم ديران دونا ويشرحين عديماس قرال هانا أيقو شرحنا كسوء جدبين يا sida kale waxaan soo gudbin doonaa dukumeentiyo saabir oo qaftay oo qaar kamid asaga lagu soo eedeeyay dukumeentidaas waa dukumeentiyo hay'ado kamid hay'adihi ku jira baaristan oo la sheegay in dukumeentiyadooda la been abuurey emailadii uu ku la wadaagay hay'adaas ama uu diray iyo cadeymo kale oo la xiriiro waa labada shirkadood emailadii uu la wadaagay iyo dukumeentiyada ayagana soo gudbi doonaa ilaa yaraad waayaba kale aan soo gudbi doono waxa kamida dukumeentiga immigration ka oo ah shaqadi saabir qaybta uu ka shaqeeyo awoodeheeda ama waxa loo yaqaan xilalka qaybtaas oo leedahay waxyaabaha uu soo kordhiyo maanta laga hadlayay oo ah waxyaabaha uu ku soo kordhiyay taasna marka tafaasiil iga marabta laakiin waxaan soo gudbin doonaa dukumeenti ahaan waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa xisaabaadka kontooyinka saabir oo ayagana 4 akoon ah حسابات كاس وحي سجلي دونا لبقى يبغض قيب وحن قعدين دونا وحي كهرية أنت أنا صابر شقده وبلا بين جزيلة حسابات كي كسود عجري دقاقي أكون نداس مدة كهريس سيانو أجان أرتا أنت أنا أرنت عن شقده إيمان كهر حالة حسابات كيس ما أكون ندي سيد عين وعن صدق كل صوب مني دونا دي إلى يرهدو bankiyadan soo bandhigayna marka waxa kamid noqon doona xisaabaadkaas dahabshiil xisaabta premier banki xisaabta salaama iyo xisaabta bankiga abs waa wixii ka horeeyay 2022 agoost wixii ka horeeyay oo ah waqtiga uu jasiila la shaqo bilaabay dhaqdhaqaaqa akoonada sidii ahaayeen waxyaaba kale oo soo bandhigi doona waxa kamida xisaabaadka bankiga abs iyo salaama banking iyo xiriiradii bankiyadaas kala dhaxay dhaqdhaqaaqyadii shirkada jasiila iyo saabiri waa arrimaha hadda la soo bandhigay ama arrinta naga la rabo inaan maxkamada la wadaagno xisaabaadkeeda
IBS بنكي أو محكمة سؤال كويتي سي موكل كينا سيدو كلانا حيري لالنتو لعاقة كميدة لعاقة الأحمر أي كدودين أما أي هذا الله كسو جيدين وحان ربنا إنا دول استاغن وحيبان دول استاغن مركب حكا ميدة إلها لعاقة سوي كي مادين حكي كي مادين أنا أقيم من دونو إلى لحريرو مشار كو قلنا لحريرو يكو لحريرو شقادة أوهايو موكل كينا جزيلة iyo ila kala aanu bixin qubane oo ayagana sharxi doonaa di ilaahay yiraahdo marka waxaan kala sameyn doonaa di ilaahay yiraahdo tusaalooyin iyo dokumentiyo adkeynaya dhaqdhaqaaqa akoonadaas in ay la xiriirto shaqada uu u hayay muwakilkeena jazeera iyo dokumentiyada cadeynaya ayagana lifaaq ahaan aan maxkamaddu ugu soo gudbi doono guud ahaan marka difaacayno sidaas ayuu noqon doonaa adii Ilaahay yiraahdo waxaan ka hormari doonaa marka arinta ku saabsan falanqaynta warbixinta fatashada ama warbixinta baarista fatashada ah ee xafiiska antidooraha guud ee qaranka guud ahaan marka aan gaarno difaacayna gunaanadka ah ayaan cadeyn qoraal ahaan ku soo gudbin doonaa horta si guud ayadoo faahfaahsan laakiin waxaan rabaa in aan hadda si kooban aan dul istaago ciladaha iyo iimaha ay baaristaasu leedahay sidoo kale isburinta ku jirta aad ay isburinaysa iyadana waa dul istaagi doonaa di Ilaahay yiraahdo sida maxkamaddaba su'aalihii aan weydiinayna baaraha ba ku jirtay xafiisku waa xafiis awood u leh inuu sameeyo baarisyo kala duwan xafiiskan tii hore guud baarista uu sameeyo waxa ka mid ah midii sanad lahayd marka inaan hor dhacaan u sii sheegno in xafiiskan tii hore guud ee qaranku oo baaristi maaliyadeed ee sanadlaha ahaa sanadadii 2018 ilaa 2023 horta uu ku sameeyay hay'adaan immigration-ka iyo hay'adaha kale ee dawladda muddadaas marka baaristeedka la sameeyay oo sanadlaha ah 5 sano xafiisku kuma helin wax dambi maaliyadeed ah waa 5 sano oo baaris uu sameeyay si sanadlaha ah ma jiraan wax ku xadgudub maaliyadeed ah oo baaristaas lagu helay taas waa arar hore sidoo kale waxa jira wax la yiraahdo miisaaniyada ama wax loo yaqaan xisaab xir ay sameeyaan hay'aduhu oo masuul ka yahay xisaabiyaha guud xisaab xirki la sameeyay sanadadaasna xisaabiyaha guud uu sameeyay 6 biloodlaha ahaa iyo sanadlaha ahaana waxa la marsiin jiray oo ogolaashiyo mar walba looga rabi jiray xafiiska tii dhowraa guud ee qaranka isagana markii loo gudbiyay dakhliga iyo arrimaha aan ka hadleyno muddadii 5 sano ahayd ee arrimahaas oo dhan la sameeyayna wax isurtaaga ma sameeyin waayo xaq wuxuu u leeyahay xafiisku inuu diido inuu aqbalo iyo inuu yiraahdo hal soo bedel hal ugu noqdo xisaabtan hadii dood xisaabta ku saabsan ay timaadna oo xaq u lahaa dacwo xisaabeed inuu furto marka ma dhicin xisaabti waa ogolaayay waxa loo gudbiyay golihii shacabka oo ansixin ku lahaa sidee lagu ansixiyay arintaas waxay noqotay xeer marka su'aashu waxay tahay xeer ma lagu baabi'in karaa baaris muddo bil ka yar lagu sameeyay oo weliba dad aan khibrad weyn lahayn ay ku sameeyeen ma lagu baabi'in karaa mise lagu ma baabi'in karo marka intaas uga gudbo hordhacyiga hore oo ararta ah waxaan u gudbayaa aan si toos ah baarayaa ciladaha cilada ugu weyn waxay tahay markii sidaan ognahay guud ahaan baarista waxaa lagu dhisay dokumentiyo ku jiro system immigration ku leeyahay saldhig baarista kaasa oo ahaa dokumentigaas markii la baaray horta waxaa loo ogol yahay laga rabaa in la helo ogolaansho maxkamadeed qoy in maxkamadu uu ogolaato hay'adda fatashada sameeyne hadii fatashada la sameeyo iyadoo ogolaansho maxkamadeed la haysana waxaa laga maarmaan ah in maxkamadu ay u ansixiso muddada sharci uu sheegay 8 maalmood ah marka anaga su'aashaas baarihiina waa weydiinay horta ma cadda noomana cado ma la sameeyay arrintaas abraacas ma la maray mise lama marin dabcan haddii la maray doodaydu waa halkaasay ku egtahay haddii aan la marinna fatashadaas waxay noqonay mid bursan sida uu qabo qodobka 58 faqradiisa 3aad ee xeerka habka ciqaabta haddii la marana waaba la maraba cilada kale jirta waxay tahay xogta gaaraysa 80,000 ee laga soo qaatay systemka immigration-ka xogtaas waa isha kaliya ee baaristan horta ku dhisan tahay baaristada waxaa la rabaa markii baaris maaliyadeed tahay hal il kaliya laguma dhisi karo macnaha masdarka kaliya ee baaristu ku dhisan tahay
وحقتاس ديار سنيد وإميجريشن كود ديار سنيد وإن طلع ده حق جلالة سوقاتي مجرتو إل كله أما مصدر كله أما دينعيا كله أو كبايا أو باريستاس أما تبان تابين أيه حق ويله يو باريستان إميجريشن كيلوغو ديساي سيستم كاسو أرين طلع سوقاتي أما حقها لقى سوقاتي تاسنا وعيلة ده إله ده هو إميجريشن كو سيستم كيسو سيستم ديار سنوه هاي سيستم كي إن لا سوقاتو معنيه دوما إيه وحلا باري هذا محكمة دو حكاية أصلاً كرتا إميجريشن سيستم كيسة إن لا سوقاتة إلا هور كهانو إن دوكومنتي لوغو سوكو بيهيو إن أساك نمبا إن تا لغو لغا ديجا إكسل أما سيابا كان لا سوقاتة محكمة دو حكاية مركا محالة باري إميجريشن كارين تيسوا ديار سنية إد كستا هيلي كرتا محكمة دا هيلي كرتا محالة سوا بارا مركا لابو نظام كمارين تمالي يد SFMIS أيضاً الله شايقي إن للابر برديو كان إميجريشن كا نظام كاس لغوما كيدي دوكومنتيو وحال اسكار بو عدين لعاق ماها وحال لغا هدلي وحي دوكومنتيو لغو عدين ايو إن فلدنبييد حتو وحال لو يقانوا لونسانشو هانتي ددوين إن داعيان إن دوكومنتي لبين أمور إيو حيابا صورن إساقنا سيستم كاس سيستم كيلي يسميل اتاقن او دوكومنتي عدين ملغي هلي ماها أرين تسد حدو حيتاعي حوغها محكمة دا لوسو قدبيي أما دوكومنتي سيدي تنكا كون دوكومنتي كي أصل كاي ماه محكمة دا ويأكتهاي مجرتو ميل سيستم كي إميجريشن كا محكمة دا الوهور كياني أي محكمة دا دوكومنتي دا كجرتي أيادو كلب بعد عما يكو عرقت مجرتو ميل أنا وقرينا دا سيستم كي إميجريشن كا وحلقة سو قادي أما إشان انتا كو عرقنا أيادو الأركان وغلا سو قادي محادا عي سيستم كي إميجريشن كا وحال لور روغي oo lagu loo bedelay excel ay soo diyaarsadeen baarayaashu system kii dhamaay la qaatay excel la furay ama word excel kii lagu guray marka maba haynaba xuqti asalka ahayd ee immigration ka oo system ka ku jirto 80 kuna maba haynaba maxkamadana meel uu horkeen intii dacwadu socoto ma jirto anagana ma aanan arkin waxana la siiyay waa excel document la sheegay in la min guuriyo oo laga soo qaatay kii system ka ku jiray in laga soo qaatay maxaan ka ognahay إن لا دلن روجي محنك أجنحي حتى هذه أن لا دلن روجين محدي ذي إن خلاذات دعه ومركل سوق جوريناي وأن أجنحي وحيابه عن خلاذات كدلن كره إن خلاذات دعه يدنا محدي ذي ساز درات ذي دان لو وكل صوران كريم بارتا حكت أصل كاو دعوة دان ولا لجوريسي حكت أصل كاهدو سيستم كإميجريشن كجرت وما أرنت كلو إلا ده هكلا باريس ترى إلا ده حكمي ده باريستان waxaa lagu sameeyay muddo 20 iyo dhowr maalmood ah ayadana waa nasiib darro 20 iyo 1 milyan oo dollar lacag ku dhaw oo lagu eedeeyay in ka badan 18 qofood in ka badan 4 hay'adood in 20 maalmood dad aan khibradeed lehen way arigmeed lehen ay dhahan waa ku soo baarnay dad muwaadiniinana lagu eedeeyo xabsigana ay ugu jiraan system hay'adna inta la tagay عدين سيدتن كنا ليرى محكمة دي عدين تناجه هوايا وعدين تبلا يسكوه يستبع عدين تأصل كهذا أنا نهين سيدتن كل مركب محكمة دو محكمة ده لقى ربعين عدين سو عدين ما أنا أيده كلا سو هذا مثلا عدي عدين تكين تلا لقى ربعين الشر عدو عدين ما هني حرير ككلا رحيدات كهذا أيضا هو مشكلة دي جرتو وأد موديد ب إن حالة لا أتكي ولا جسي شقيني أرين تكلو سيدات وضاد إنه كجرتو حيتاي تضابط marka laga hadlayo waxyaabahan ee daatooyinka ama xogaha xuquuq gorfeyn u baahan yihiin goormeen la helay ay heleen baarayaashu waqti ay ku gorfeeyaan ay xogahaas ku kala soocaan 80,000 oo xoga oo xoga kale inay la jiraan laga yaabo waqti ma u heleen ay ku gorfeyn garaan ay ku falanqeyn karaan ay ku kala sooci karaan oo kan saxda ay kan khaladka ay ku soo kala qaadan karaan horta ma haysteen laba tan afar maalmood 80,000 oo dukumeenti ma lagu gorfeyn karaa oo ma laga soo dhaxbixi karaa xogti loo baahnaa dad lagu eedeyn kara ayadana waa maya waa ciladaha guud uu leeyahay arrimaha kale oo ku jira waxa kamida waa arintan soo sheegno waxay tahay arrimahan dakhliga xisaab xir loo sameeyay shan sano waa lagu kala bax shan sano kadib xisaab xirki aad adiga qaybta ka eedina inta ka daba tagta aad tiraahdid shan maalmood ama 15 maalmood ama 20 maalmood waxaan ku keenay in dambi dhacay ayadana wax oo sax ma ah intaas markaan uu gudbo arrinta ku saabsan ciladaha isburina ku jirto baaristan isburin aad u ballaaran isburinta ku jirto waxay tahay horta guud ahaan dokumentiyadan hal system ayaa laga soo qaatay isla doodihii iyo qoraalkana waxaa ku cad in aan la kala oqoon
سيديتان كان كونو دوكومنتيو ميشا كجرو كوا لعكتو دا سيدا صحادا هادية قودي لقبتيو لعكتو دي لشوي إيا كوا لشوين أما هادية سيكال عنو ديغو إني اسكو جران كوا لعكتو دي لشوي ودخل لغي دولة دوكولي لغشوي كوا لشوين لكن لمكالا عدين نمبر كدوكومنتي سيديتان كميدا و لعكتو دي دولة دي لشوي سيصحا عمري إيا نمبر كي أنا سيدا صحا عمري مركا لبا ريمود اللي دي سكوا dokumentiyadan dhamaantood been aqoor ma aha dhamaantood lacagahoodi lama wada shubin iyo qaar kamid lacagahoodi la shubay qaar koodna been aqoor ma aha arin meel isla galay ma aha isburunta kale ku jirto waxay tahay baaruhu na waa sheegay wuxuu yiraahday waxaan kala garan waayo yiraa aniga markaan baaray waxay ii cadaatay inaan la kala saari karin dokumentigan kiisa saxda ah iyo kiisa been aqoorka taas macnaheedu markaa waxay tahay waa laba arrimo lid isku ah dokumenti been abuur ah iyo dokumenti sax sidee loo kala saaraya marka 80,000 meeqa been abuur ah meeqa sax ah hal bil intaas ma lagu keenin karin wax u dhaw ayadana waa isburinta ku jirto hadda maxaan qaadanaa kee saxda ina ma naqaan kee been abuurka ina ma naqaan in ayna been abuur wada aheyn waa cadahay oo xeer ilaalinta iyo baarayaasha ay laftigooda cadeey in dokumenti aanu been abuur wada aheyn arrimaha kale oo ayadana lala yaabo waxa kamid iska hor imaad keenaya rasiidyo waxa la yiraahdaa rasiidyada waxa ku dhufsan shaabad been abuur ah oo xisaabiyaha guud waxa arintaas lid ku ah shaabad been abuur ah maba arkin shaabad been abuur ah ma arkin haddana waxa leedahay rasiidka waxa ku dhufsan shaabad been abuur ah marka hadii ba shaabadu jirinba waxa lagu dhuftay rasiidkan oo been abuurka maxay yihiin oo xayaabaha lidka ah oo ayagana iska hor imaanayo tusaalooyin badan ay jiro oo aan soo qaadan karno adii aan dokumentiyada dib ugu noqono oo bogaga hadaba adii aan u noqono su'aal ahaan bogga sanad oo kale ama aan u noqdo bogga toddobaad oo kale markii laga hadlayay waa hal su'aal aan ka soo qaadanayaa inta kale qoraal aan ku gudbin doonaa mas'uuliyadda eedaysanayaasha kala ah Cabdullaahi Maxamuud Cusoble iyo Saabir markii laga hadlayay iyo eedaha la saaray markii la saaray waxa saldhig looga dhigay Cabdullaahi waxa la yiraahdo waxa la magacaabay 7 bisha May 2022 waxaana lagu eedeeyay lacag dhan 4,239,320 Saabir Hassan Cabdi Nuur waxa la shaqaaleysiiyay la yiraahdo la magacaabay 31 May waxaana lagu eedeeyay lacag dhan 3,983,470 labada magacaabis waxa u dhaxeysa muddo 24 maalmood ah waa 24 maalmood haddana 24 taas maalmood markay ka soo tagno warbixinta waxa lagu sheegay ay maxkamaddu arkayta in baarista ka hor xafiiska fiisa kordhinta cilcelis ahaan bishii la xareen jiray lacag dhan 460,419.67 bogga 9aad saas ku qoran bishii cilcelis ahaan in la xareen jiray 460,419.67 markaan fiirino marka 24 maalmood ay u dhaxeeyso magacaabista Saabir iyo Cusoble oo 24 maalmooda lacagta farqiga ah ee u dhaxeeyso labada lacagood lagu eedeeyay waxay noqonay 250,850 ayay noqonay waa farqiga u dhaxeeyo 24 maalmood ee kala dambeeyaan Saabir iyo Cusoble haddana waxa la leeyahay bishii cilcelis ahaan waxa la xareen jiray lacag 460,000 intaas la mid ah taas marka waxay ku tusay isburin lacagtan waxay dhabal u tahay ama kullaba jibaarata lacagta la sheegay marka waxa la soo xisaabiyay ee laga dhigayo in xisaabaad la galay ama balaay ka dhacday meeshan ama dambiye la galay ama wax lagu dheelay waa wax nuucaana kaliya ma aha tusaale ahaan waxaan haynaa boqolaal tusaale oo kan la mid ah oo aan su'aalana ka weydiinay eedaysanaya ee baaraha adeynteedana aan maxkamadda u soo gudbin doono marka ilaa 20 tusaale oo isburintaas ku jirta ayadana waxaan ku gudbin doonaa hab qoraal ahaan ku gudbin doonaa hadaba maxaa noo soo baxay marka natiijada noo soo baxday baaristan markaan aragnay qaabka loo maareeyay iyo waxa soo baxay maxkamadda la hor yimid maxay inoo soo baxay waxa inoo soo baxaa kamid natiijooyinkan soo socda koow in baarista dhan lagu dhisay xuquuq ku kaydsan systemka immigrationka oo ah tan kaliya oo kiiskan loo hayo waa hal xuquuq oo systemka immigrationka
oo ayadana sidaan sheegnaa asal aanan ahayn oo ah word iyo excel wiilashan baarayaasha ay ku soo guuriyeen xogti way anay hatta la aanan maxkamadana lama horkeen anama aanan arkin dokumenti la isiiyay immigration laga maba keenin ba waa dokumenti excel ninku diyaarsaday computerkiisa ku jirtay marka wax qiima oo yeelanay ama ictibaar ama jirtaba arinta labaad waxay tahay xogtan 80 kun ee dokumenti ka kooban inaysan been abuur wada ahayn dooda xeer ilaalintana way ku jirtay baaruhu sidaas u cadeeyay been abuur mooda aha labo lacagahoodana lama wada lunsan laakiin su'aashu waxay tahay maxaa been abuura 80 kun meeqa been abuura 80 kun meeqa lacagahoodi la lunsaday ayadana meeshan lama keenin waxa waaye naga qabsada qareenada iyo maxkamaddu ayagu meeshay rabeen ha geysan 80 kun waaye taasna mas-uuliyadda xeer ilaalinta ma aha arrinta saddexaad waxay tahay warbixinta baaristu iska hor imaanay sidaan sheegnay ayadaa isburinay wax saxa iyo wax been ah wax jira iyo waxaana jirin iyo boqolaal isburin oo kale systemka maaliyadeed oo ayadana waa la barbar dhiga la leeyahay system xooga lagu kaydiyo ma waa system arrin maaliyadeed ama lacaga lagu kaydiyo waay marka system lagu kaydiyo xog lamid xogtaan oo kale ma ah arrinta shanaad waxay tahay in dadkii loo shaqaynayay ee lagu sheegay 960 shirkadood in 18 shirkadood oo kamida kaliya la wareysto lana kulmay meeqa soo hartay waxaa soo hartay 940 iyo dhowr oo ah taas macnaheedu marka waxay tahay 80 kun 995 hay-adihii 80 kun xogahoodii halkaas ku jireen maba la wareysan lalamana kulmin maxaa marka la baaray wax la baaray oo maxkamaddu inta lala hor yimaado kiiskan 4 bilood u socdo waa la baaray la leeyahay maxay yihiin haddiiba ciddii dokumentigan lahayd oo lacagta waa shubay ma shubin la isku haysta mas-uulka ka ahayd oo adeegyadan loo qabanayay 960 shirkadood keliya 18 shirkadood la wareystay oo ayagana xog lagu kalsoonaan karo oo maanta la qaadan karo maxkamadda horteeda aan la keenin ayadana nasiib darrada jirta ayay tahay maba ahayn ba arrimaha noocaasa in xafiis dacwad ooge inta ku dhiirado inuu maxkamad keeno dacwad ku ooge maynan ahayn laakiin way dhacday waxyaaba kaloo lala yaabo waxaa ka mid a xafiiskanta dhowraha guud horay baaritaano u sameeyey baaritaano sanadlaha oo sanad walba sameyn jiriyey 5 sano lasoo dhaafay waa sameeyey xogoodii waan haynaa websaitekoodii ku jiraan ma sheegin wax xadgudub maaliyadu ayadana la sameeyey taas macnaheedu marka waxay tahay hanti dhowraa ma waxaan aaminaa 5 sano shaqada uu qabanayay mise waxaan aaminaa 1 bil 20 iyo dhowr maalmood shaqada uu soo qabtay ma waxaan aaminaa xisaab xirkii uu isagu ansixiyey ee xeerka noqotay mise waxaan aaminaa 24 maalmood waxyaaba lagu soo qorqoray oo si degdega loo soo qoray doodaydii gunaanadkaygu waa dheeryahay laakiin intaasaan ugu gudbayaa aan u nimaada marka difaacayga kale difaacaygan abukaataa saaxiibkeen waxbuu ka taataabtay waa difaac la xiriiro asal ahaan qof goorta 2 shaqo ma qaban kariyaa qof shaqaale dowladeed ah ma qaban kariyaa shaqo gaara shirkad kale ma u shaqayn kariyaa waayo sida aan sheegnaba xafiiska xeer ilaalinta eediis waxaa ka mid ahay qodobka 251 saaxiibkay aad u faahfaahshay ku noqo maayo laakiin waxay u fasirteen maadaama saabir la shaqeeyo jaziila in shaqada uu u haayo xafiiska immigrationka xilka inuu uga faa'iidaysanay waa siday u dhigeen waa tafsiirka ay u yeeleen sax ma ah marka aan u nimaadno 2 arrimoodba aan u nimaadno oo asala kow horta in loo shaqeeyo qof shaqaale dowladeedu inuu hay-ad kale u shaqeeyo ma waxaa ka dhalanaya mas-uuliyad dembi oo arrintaa isweydiinta mudan ma ka dhalanaya horta mas-uuliyad dembi xitaa haddii aan ka dhigno in ay jiraan dana isdiidsan hadda waxaan ka hadlaynaa horta dembi ma tahay in qof hay-ad dowladeed u shaqeeyo shirkad gaar loo leeyahay u shaqeeyo dembi ma tahay haddii ay dhacdo in qof shaqo dowladeed ahay oo shirkad gaar loo leeyahay u shaqeeyo oo xitaa ay dhacdo dana isdiidan ma ka dhalanaya arrintaas mas-uuliyad dembi waa 2 arrimood oo in laga jawaab u baahan ma loo shaqayn karaa sharciguma diida iyo haddii loo shaqeeyo xitaa ay dhacdo in dana isdiidan ay jiraan mas-uuliyad dembi ma ka dhalanay su-aalo aan yaraan usoo qaadano garsooraha haddii cid uuna geli karin dacwadiisa sababa dana waxa la yidhaahdo masaalix isdiidana darteeda haddii ay dhacdo inuu dacwadaas galo garsooraha ma la ciqaaba mase dacwaddu hadduuna ka joogsanay dhacdo inuu xukun soo saara ma waxa la yidhi dembiya dhac
تن تاسي لمتاي حدي حتى إذا قفك سو شغالة دولية دو شغالة كلا قفتو مسؤولية دمبي ما كده لا نيس حتى هدي أي دنو يزديد سينهين مسؤولية دمبي كمان لا نيس سنان عدي دونو وحنا ما مركا إن نسكحرو قرط جزيلة صابر ما هكذا هي وعرفت أمهم سن صابر حلقة أو شغالة دولية بلاه صاحبة يا شيء يكون قمايو والله بدي كنت مريت وضبطي يا شغالة دولية حلقة سو بلاهي مسؤولية دي سهل كي سنة أبو كاتياش صاحبة يا كهالي هل كان سنو جد بقى لكن واحد ربع إن أن في رنا صابر قارم ولا شقة بلابي شركة دان جزيلة صابر روح شركة جزيلة إن ترى إن شاء الله شقة بلابي بشي أغسطس لما تكون لبعتن إيه لبو وقت شركة ده يكون جرت اسمه شركة ده اسمه يسي وأمريكا شركة ده الأساس يحل قص أيوة لا شقة بلابي صابت الوحيد وحي سيقينين ملكية ملكية لها شركة داس وصاحبها هايين إساقايانا كعود صدي إن شركة دان مادام هو القلين تيدا إيا كشقين تيدا وكجرين وصيم متضعني وامر كورا ولا شقيو سيداس أيو هرتكو شقا بلابي حالكاس أيكا بلابة حريركا جزيلة إيو صابر ودحيو شركة داس مركا وشركة كشقي صحرون كل مقدشو وحي حرون كل يدا حي حالاني وحيا بي كشقي صحاكم دا waxa loo yaqaan logistics oo alaabo ayay waxay u rartaa hay'adahan caalamiga ah ama shirkadahan UNK iyo wixii lamida waxay sameeyaan marka gobolada adeegyada ay uga baahan yihiin ayay u dirtaa gobolada waxay kaloo sameeyaan shirkada local ay la shaqeyso wixii looga baahdo adeegyo xagga looga baahdana ay u iibiso ay u iibiyo shaqada markay u qabtaan waxay u soo diraan sidaan cadeyn doono waxa loo yaqaan qaan sheegatiyadii iyo hawsha ay qabteen markaas kadib ayay xisaabtaan sidoo kale shirkad kale oo diyaaradeed ay xiriir fiican la leedahay oo kaar googa qaato gobolada alaabaha u qaado marka gobolada alaaba ayay geysaa shirkada shaqooyin kale qabato waxa kamida waxa loo yaqaan gawaaridii kireysa deegaanana way leedahay oo meelo dadku degan ama xalana noqoto ama meel kale noqoto iyadana way leedahay shirkadan waxa jira shirkada kale ee xiriir la leedahay oo ku yaal gobolada dalka sida Jowhar, Beledweyne oo Hirshabeelle ah, Baydhabo Koonfur Galbeed ah, Kismaayo iyo Dhoobleeyo Jubbaland ah. Waxa soo dhana shirkado xiriir kala dhaxay oo aan cadeyn doono shaqada dhaxmartay oo isla shaqadaas laga arki doono markaan akoonada Saabir aan u tagno. Dadkaas magacyadooda laga arki doono, shaqada laga arki doono ayaa iyadana ku cadeyn doona hadii Ilaahay yiraahdo. Shirkadaas markay dhismaheedi bilaawday oo la diiwaan geliyay صابر وحول الشقيين يا مركب بلو ودي سيد أغسطا إلى أبريل وحلق أسجل سوحري إنت صورنا ولا شقيين يجي شقيين كوقا بجرن وحكم إذا هاي إن إسكحر كقبل هذا ضط كأي شقيين كقبطه مالية دي معمول كده يلا عجها سوق على دريو العجها يوكسو قاعد يجري شركة أكون لدي سوق شو بيجري أكون هذا كتبنا وحو أسي وري جيجري سيد الله أرك كرابة نغنقا أكون هذا شركة دي هي كلا قبل هذا كوي لي يجودها شغالها شركة ضط كشقيين سو جود بيجري taasna waa labada akoon ee Saabir ee akoonka Salaama iyo akoonka ABS haday maxkamaddu fiiriso waliba akoonka Salaama asaa isfasiraya lacag kasta $1 oo ka sameeyay ka timid meeshii u baxday waxa ugu badan ay ku soo dhacay jasiil xageedi ugu yimaadeen sidoo kale ABS anagaana cadeyn doona hadii Ilaahay yiraahdo marka intaas ka soo tagay xiriirka u dhaxeeyay Saabir iyo jasiil su'aashaydu waxay tahay oo hadaatan aan ku bilaabay aan dul istaagnay qof shaqaale dawladeed ma qaba kara shaqo gaar ah waa su'aal aan inay isweydiino u baahan labo in shaqo dawladeed iyo shaqo madax banaan oo gaar ah la isku qabto ma mas'uuliyad dambi ka dhalane waa arinta ayadan aan ka jawaabi doonaa diila yiraahdo hatta haday dhacdo in labada shaqo la isku qabto ama dana isdiidan ay jiraan ma ka dhalane mas'uuliyad ciqaabeytaas ma ka dhalane mise kama dhalanayso asal ahaan madambiya horta in laba shaqo la isku qabto asalka madambiya in laba shaqo la isku qabto arimaas marka aad aan u nimaadno horta shaqadu waa xaq dastuuri maxkamaddu dabcan ayadaa nooga aqoon badan dastuurka ayaa ogol in qof ku shaqeeyo si madax banaan u shaqeeyo dawladuna u shaqeeyo labada mar dastuurka ogol qodobka 24 faqradiisa koowaad ayaana sheegaya dastuurka qofku inuu xaq u leeyahay inuu shaqeeyo dastuurku ma xadidin ama dawladda uu shaqeeyo cid kale uu shaqeeyo inuu shaqeeyo dastuurka sheegay waa xaq dastuuriga taas waa qodob qodobka labaad isla faqrada labaad ee qodobka 24 ayaa iyadana ogolaanaya in la abuuro ururo shaqaale ama laga qayb qaato arinta saddexaad waxay tahay ma jirto meel sharciga ugu qoran tahay inta aan ka warqabo dabcan sharci waa la yeeyo aqoon badan yahay in qof shaqaale ah
لو عقابه أما أي دنبي تهي إنو كشقيه وحكا بدن هالشقو هدي أنسيك الأوديو هدي أنسيك الأوديو إن قفك قاضي إن قفك قاضي مسؤولية دنبي هدي أو كشقيه لبشقه ومدقار تهي من مد ولدين طبعا أنا براء سليا انتهاجن هاي سيد أبو كاتا صاحب كي شاقي أنا قومي أقول ميري دنبي كتاي لكن عدة هذا كانت واحد إن الشيكتو ماشي شرعي دنبي وتاي لابو أما أرنت أفراد وحيتا حدي أي دعو حيتا إن لابد الشقو إسكهور إيمانيان ووحا لو يقان conflict of interest أي مادان أما دانا إزديدن ما كاد لانا إسا مسؤولية دنبي حتى دي دعو إن لابد الشقو إسكهور إيمانيان ما كاد لانا مسؤولية دنبي مسا كمال لانا إسو مسا وحا كاد لانا مسؤولية مامولو قفكو كوين كرو كالا شغديس أما لديه كرو لابد الشقو ميت كميدا قبو أما لبدو مدد ويني عدي مركز دانين أيديه كرتو مثل حال اللي هي دمبيلا تاعي شقاد قبطي مركز تسالوين بدن كلمة وحنا أنا جود أجن هاي هي هذا الدولة أيضا لقى شقي دكامة يجنا عصدت فيني ود ليين لقى يعبدك دعوة أوجا فيني ليين أنت أسمع عن كسو قدمنا كو ورد دعوة أوجو مهر كينين محكمة دا قضب شرعي وأرنت زدم بكذي جاي ضاد مركز دي أنا قضب شرعي ودم بأرنت أسكذي جاي أنا لكينين ماشى صح كبا حضي إن وقتك على الإسكالومية وما هبا لابو لما هركين وح عدينا إن شقده صابر أي دولة أوهايو أي كهر إيمان أيسو شقده أوهايو شركة داس جزيلة أيضا لما شيجن وح عدينا كليه وحلا صوتوري لو بقول كنا نكون حيل كذا وح أوه فائدة يسي شركة جارلولية شخص طبعا مسؤولية ده الشقة حير العالم أرنت عزمة لكن وحان أقول عذر دارنا إني كإل دوفن لكن أديس صح لاضد وح كلي نقول إن اللي يري هذا لو بقول كنا نتلاس سوقات شقالة دولة أدو أشقة كلا قبتي دم بياكش حاس وح أو محكمة حتى إن الله هرك يعني يهد مين الحين ضاد حفيز كحير الآن تيكو سابسن إن صابر سيدنا شخصية سيدنا شخصية وقف إيدين يحل كدولة ده وامد وحبك مجرنا ما دام أن دعوة أوجه كينين عدين سكان أما حتى مت جبان أو كو عدين يو إن حفيز كا سي شخصية إنه شركة سوق في إيدين جري مت جبان إيه مت سحلا بدو مكين تاس مركب حوا إن لسك صوتور وإسك هذا دو تي سد حاجه سنه waxay tahay saabir wa shaqala ka tirsan hay'adda socdaalka agency-da xilkiisa mas'uuliyadiisana waxa nidaamiyo xeerka hay'addu ay leedahay iyo xeer nidaamiyal ay hay'addu leedahay wixii ka horreeyay 2023 waxay hay'adda iyo shaqaalaheedaba lagu dhigi jiray xeer nidaamiye uu soo saaro xeer nidaamiyal lagu dhigi jiray waxaana dadka magacaabi jiray agaasimaha asaga warqadu ku magacaamay shaqala riidana ma aha ciidana kama iimaan qofka agaasimaha iska magacaabo qofka ma agaasimahaana xilka ka qaadi karo labo waxa sidaas oo kale jiray xeerka socdaalka oo sumadiisu tahay 9 ee soo baxay juun 27 juun 1966 kaasina kama hadleen wax la xiriira xuquuqda shaqalaha xeerkaasina kama hadleen wax xuquuqda shaqalaha la xiriira saabir ma aha sidaan sheegna shaqala riid ah oo lagu dhaqayo xeerka shaqaalaha rayidka ah sidoo kale ma aha sargaal ciidan oo lagu dhaqayo xeerka ciidanka uu ka tirsan yahay xeerka ugu horeeyay marka ee ka hadlaya xuquuqda shaqaalaha hay'adda socdaalka waa xeer number 12 ee soo baxay 20kii Maarso 2023 waa xeerka ugu horeeyay oo shaqaalahan xuquuq siinayo oo wax ay yihiin ka hadlayo xeerkaas hadii qodobkiisa qodobadiisa 20aad iyo 23aad ayaa ka hadlaya xuquuqda qofka shaqaalaha shaqaalaha caadiga ah iyo shaqaalaha ciidanka labadaba qodobka 20aad faqradiisa 2aad sidaan ay u dhigan tahay wuxuu leeyahay howlwadeenada hay'adda hay'addu waxay leeyihiin xuquuq iyo daryeel gaar ah oo aan lagu xadgudbi karin waana saraakiil dawladeed waxaana lagu maamuli doonaa xeer nidaamiye oo soo saara wasiirka wasaaradda qodobka 22aad faqradiisa 8aadna waxay leedahay howlwadeenada hay'adda ee rayidka ah waxay ku xuquuq yihiin shaqaalaha rayidka ee dawladda federaalka halka howlwadeenada ciidamada ahna ay ku xuquuq yihiin ciidanka ay ka tirsan yihiin arinta marka waxay ku saabsan qofku maxaa ka reeban qodobka 23aad faqradiisa 5aad ayaa ka hadlay qofka shaqaalaha hay'adda u shaqeynaya maxaa ka reeban qodobku wuxuu leeyahay qabashada ama kamid noqoshada shaqo kale oo ka hor imaanaysa shaqada uu hayo dawladda shaqo kale oo ka hor imaan shaqada dawladdu waa wa in la helo shaqadaas waxaan ka fahmayna mafhuum al mukhalafa hadii ayna shaqada dawladda ka hor imaan inay banaantahay
إد عديسنا مجرتو شقده أنا إني شقده إيميجريشن كوري ماني مركا الدلة مجرتو مفهوم المخالفة وهذين كوري ماني شقده دولة أنا أنا حلينا ما بقى كوري ماني يسو حتى هذه إذا عدين كوري ماني وحكت لنا يا أنش حمرين يا هولا كروا مامو الموجي دم بعقابه كما دلنا يو تعسنا هل كسيان وجود به أرنت كله وبنينا أيضا واحد تاني مفهوم المخالفة مركا لصوته وحجر واحد يرادو بنانان أصله أما وحلي رأى الإباحة أصلية وحي فقه الويلاد وقاعدة الفقه جايد الأصل في الأشياء الإباحة أما الأصل في الأفعال الإباحة أنا مركب موكل كيجو ما دام إنه شرع يجرين أرنت جديدة يا شقق هور إيمانه شقدينا ونجرين إباحة أصلية وتاجين أو أه إن يوب بنان تاعي إلا لقى عدي شقدان إن شرع يقول رهبي أما أي حاران تاعي وشقينا يا ساعد والبون شقي كرا طبعاً كلو شركة دارو شقي كرا واحد جديد مجرد وأيو كنت أجيني هاي مبدأ قانوني أو شرعي أو جلادو كنت أجيني وآه الأصل في الأشياء الإباحة إلا وحرمة إلا كيانو إلا بشق عن لسكو قبكرين أما لقى عدي إلا بشق شقينا يسكور إيمانا يان واحد جديد مجرد إنه جزيل الله شقي إنه بقول الله شركة دارو كلا الله شقي مبدأ أسمركا محن كفهمينا أو الأصل في الأشياء الإباحة وعده إسلام مبدأ أس مبدأ كلاه جروه شيء أنا شرعي وكدي إن دمبي إقابتي سنوات شيء إن دمبي ما دستور كشيء جاي أيضاً هو براءة الأصل براءة الذمة قطب كصدنا الشنات فقردي سدحية تمنات أي أيضاً أديجي سقفنا الله مع إقابي كرو فالمركي وكوكعي وصن شرعي ودمبي وقان سنين حدي مركا نكلي راو صابر أو شقالة كا إيميجريشن كا أو أشقي جزيلة حدي ونجر قطب دمبي كديجا أرنتاس صابر حق أولي هاي إلا سواء ذي قذب حرك عقابته أنت لازك سواء قصدنا حق ملهين حرك عقابته قذب كيس كواد محكمة دواي تقعن أسا سجنا كهادلي أرنت أسمع يعكس وتر وحنا وتصالة يراك لو أرنت أسلح يدير إنا أرجنا محكمة دواي أكتاي حر وحجر حرك حر نمبر كوي تبون حرك شغال عريتك قذب كيس لباتني أفراد حرف كجاء أولي هاي كهادليو حدي إسكومر وحول سيدان أود جيني حدي إن إسكومر la wada qabto ama u wada qabto laba jago iyagoo aan sharciigu si sharci ah loogu ogolaanin xitaa xeerka shaqalaha reedka marka laga hadlo wuxuu ka hadlayaa laba jago ee kama hadlayo laba shaqo kama hadlay wa xeerkaas hadda lagu ma dhaqo saabir laakiin xitaa hadaan u noqono kaas kama hadlayo laba jago wali buu wuxuu leeyahay hadii aan sharci loogu ogolaan hadii sharci aan loogu ogolaado ama sharci ahaan loogu diidina ayadana waa u banaantahay gunaanadka arintaas marka aan soo koob waxay tahay koow ma jiro xeer ama sharci dhigaya ama ciqaab ka dhigaya in qofku inuu qabto shaqo dawladeed iyo shaqo gaar ah horta ma jiro labo in aanu jirin wax xeer ah oo dambi ciqaab lagu mudaysta ka dhigaya in la isku qabto shaqo dawladeed iyo shaqo gaar ah in aanu jirin xeer horey u jiray oo reebaya ka reebaya mudana saabir isaga oo u shaqeynaya hay'adda socdaalka inuu la shaqeeyo ama u shaqeeyo shirkad gaar loo leeyahay ayadana ma jiro arinta saddexaad waxay tahay qodobka 23aad faqradiisa shanaad xeerka hadda lagu dhaqo ee soo baxay maarsa ayaa asagana u ogolaanayo maadaama shaqadan oo hayayna ka hor imaaneen shaqadii asalka ahayd ama shaqada immigration ka mafhum al mukhalafa ayaa ogolaanayo waa u banaanta iyadana hatta laana lama keen cadeyn ah in shaqadan ay ka hor imaaneyso ama lid ku tahay shaqada kale sida daraadeed halkaas waxaan cadeynayna ama aan doodayda ku soo gunaanadaya dooda ku saabsan in saabir shaqala saabir oo shaqala dawladeed ah inuu ka shaqeeyo shirkad gaar loo leeyahay ma ahan mid ay ka dhalanayso mas'uuliyad dambi ama ciqaab labo wax diiday ma jiraan in saabir u shaqeeyo shirkad gaar loo leeyahay isaga waa shaqaale ka tirsan hay'adda socdaalka maadaama aanu jirin xeer reebayo qaybtaasna halkaas ayaan uga baxayaa waxa jirta marka qayb kale oo ayadana qayb muhiim ah qaybtan ugu muhiimsan oo fasiraada halkaanta gudbina ugu tahay shirkada jaziila boorkeed ayaa ku qoran ya جزيلة ها يا كقر كعلي شركة جزيلة أول شقينا سابر يا كقر يا أسكال الملكي له ديابا حانو ملاينا ويدين يا نين اللي يراد غلط غلط نين اللي يراد أيو إيش هيك مو كل كي نين غلط اللي يراد ما غلط حالو ترى والله ما جيس سدحان ما قال لكن غلط حالو ترى يا خوف قال شقين اسمه عيسى متى قال ما قاعد يسوي هلا ما غص أنا شقين اسم يا
لبكون لبي لبتن إلى حلي لبسو قبنا يا بكتا ساسن قرب أغسطس أغسطس لبكون لبي لبتن إلى أبريل لبكون أتسدى أوكي مركا أنت أنا كنت بنو حرب أنا سوق قد بيو عديمي لحرير الشقة الجزيلة يا صابر وأسكول حوالي عشر حاديو شركة الجزيلة ماركي موكل كان عن قرانك ونقلنا يوحان كل حريري إيميل أنا وكوي دينا يو دور سؤالو دي كميتا هاي عرماهان كو إني سوى شاقان حرير كشاقو شركة كالرد حيو مدانا صابر قابكو ولا شاقو شركة دابي عدا إيا نوع شاقو وقبانا يو شركة مدادو ولا شاقين يو شركة حقوق دا أما مشاراتك أما قنوينك وكاقادان يو شركة انتا سان ويديي إيميل كنا وكنا جوابي صابحيان جوابتنا محكمة دعيان لو داقة يدي إلهي رادو سيدو كالي حير العالين تأيا هروء ويدي سي أرين إسلا أرين تاسكو سابسان أيضان جوابي حير العالين تكسو سمايان وحروا أمركا إسلا جوابي حاسنا إن المحكمة دلو داقو سيلو أغاد حريرك كده حيو صابر يجزيلا وعاكلو عن دكومينتي عن كوحيران ضدك مقعيادة ضدك شغالة هي شركة دا ومحكمة دو ياركي كرتو وحاجر اللبن إنه أجنبية وحير راح حلو وحير الآن تر هذا اللي تورته كجري لبلا سنو أجنبي جاه محكمة دو يأركي كرتا دوكيمنتي دي فيزو ينكو دو حضوران لبلا بو حي لشق بلابين الشركة دو قادة مركز سابر الحركة دي مجلس مركز معك بحية توم كلا حريرو أما فيزا سابر وسو ساري مركز لبلا عن والله يقدر كده أنت محكمة دو عديمي ودنا هل كان كو جد بدونه وأنا كوفا فاينية si aan uga fogaayno waa labada qofood oo bisoo la shaqeeyso labadana waxa la qaatay saabir oo xabsi ku jiro dokumentigoodu waxa uu dhameystirayeen marka halkaas waxaan ku gudbiyay waa sharaxa marka waa sharaxantahay jaziira iyo dokumentigeedu xeeda qoraalada ku xiran ayaa sharaxaya waxa yihiin halkay ka timid waxaan rabaa marka ilaan difaaciga labaad galo ah حسابته صابر يلا عجها كل دوين اللي قدري دقائق حسابته وحرر أمريكا هرت إنا السويدين له مدن ببا إن حساب قف موادنا أما أكون كيسة إلا عجمر تهرت مدن بيا أصلهان جوابته ومايا يا عدين تلاقي ربع إن أرنت أسودن بتاعين عديسو ما قفك على جرب أي نواصل ويسبري يلو يرادو نيو أنا جو عدين تانا هاي ساعة أرين تان شقق كمله مساعدة دعوة وقت على جرب سؤال شو سؤال قلي دونا دي لا يرادو لكن ما هربا إن أنك هذا لو سكوا بنوشة جو أرين تا حسابات كله حريرو حرير العالين تو هذا يسوق قد بيسوي حا كجري حركة كهرتجة شرعية كهرتجة العقد قد يوم الجرين تا قد بدي صلبات فقرت الكوبات قضب إيه فقرة السدحات. سيدو كله قضب كله باتنيس ديدا ده شرعي عص. أي أيده كجرت. أيده كجرت. حيران تو حيد هن أكون كيسان محكمة دوسو قد بيننا ورق دقاقية بدن مرن. أنت عن كوار قبلنا محكمة دوسو وقت هاي هل عدين ورق دقاقية عص مري. أكون كموكل كي إني لعقد قصة هين. أرتو حيران دوسو قد بيسمجرت. مركاني جا أنا جون حتى الدفاعين وحن حق ولا إنا نراهنو. annaga waxaan nahay dambi laan illa lagu cad nagula cadeeyo ama wakiilkayga lagu cadeeyo falkaan dhaqdhaqaaqa iyo lacagahan maray inay dambi yihiin xaran yihiin ilaa nagula cadeeyo halkaas aan istaagi karno laakiin waxyaabaha sababta aan u soo gudbineyno cadeeyma waxay tahay su'aalaha maxkamaddu naga weydiisay maxkamaddu aan u jawaabeyna ma ogi ma jirto dacwad ooge cadeeyay falkaan wakiilkayga lagu soo eedeeyo maxkamaddu inta soo hor istaagi marka xaq waxaan u lahayn inaan iraahdo baraa asliya aniga aan iraahdo akoonadaas waa ii xalaal ilaa waxa xaraantinimay laga helo wakiilkaygu waa dambi laan ilaa dambiga lagu sheegay oo lacag dhigisa lagu cadeeyo halkaas aan istaagi karno isgoyskaan istaagna waa nagu filan laakiin maadaama maxkamaddu su'aal laga weydiisay xeer ilaalintuna akoonada qaar kamida ay ka hadleen taasa waxaan ugu qasabtay marka inaan cadeeymahaydi wixii aan soo gudbino aan ku cadeeyneyno sharaxadna aan uga bixi doono marka qodobkan aan u nimaadno qodobada eedda waxa ku jiray maxkamaduna arki kartaa qodobka qodobka labaad faqradii 3aad iyo 2aad
هي قدوب كلماتين سديدة شرعية كهرتجة العقد قدا قد بلس وحلقول لسي قرال محكمة أركي كرتو هي أدى FRC أي هي أدى حرون تور بحنت مالية دي أي صقر تي لا ده هاي محكمة وهرية لأنو ملاينا وحقو قرام بكل جزبة تون وهم كتو منا هلا بارو باريس ديري هالوسم هي ده وحيلة ده العقها سامري وتون مسلمان سقان كتو منا إسلام قرآن كهي هذا وحقو قرآن أكون الله سهبلنا وأدري هبلنا وأدري باريس ديري هالوسم وهي هذا دنيا عسكنية يا حفيز كحر الله عليه جود أو قطب كانوا عسكنية أي وحيلة ده هاي العقها سبحان الله ديري هبل يهبل باريس ديري هالوسم أنا ويدينا دعوة وجياشة حتى هي أدي عد عسكتين وحيت لهذا باريس ليري هالقصة من باريس ليري مقصة ميسن أكون نداس لعجها لودري أو هبل على لودري هبل على لودري اللي هلا باري ليري ما بارتين هي أدو وحالي رهي أدن وحوي فاينانشال إنتليجنس يا ليري هذا حقتا سرتا إمالية دي حرانزتا حدية وصوب بحدم بالنوع أنا نبرع إلى هذا هاي قد يجري وقد بسا حبرع دعوة اللوغ إلى هذا هاي حير العلي سجارة إلي أوقع هذا شيء قرال يرزق سكر توم بان أي سوقت بسا دعوة أوجا حفيز كهرباء تي سوقت بسا دعوة اللي أوجا حبرع جاري لا حبرع أصل عمره لكن أيادي أو حيلة هاي تهون أياجر أو مسقى لعجها ما دام أنا أقول هلا بارو لعجهاس هرت واحد لقول للسي قطب كان لدجال واحد اللي دجالن كمسلمان سوق قطب دي سان كهذا وانتاس هل هل عدين أو أنت ماشان جوجني حفيز كهرباء أنت دعوة أوجا شكل صعدي سوقت بين أي كو عدين لين لعكتان مرتي أكون كصابر ولعك حارانا لعك دقيسة لعك طبعي أما أصل كدم بيجا هاي وقف كأنت الوجه اللي لي جاي أصل كدم بيجا هاي لعك تانو كتمت أنت بمجرد مربحان ربا إن السكوا بنوجد الجرا قط بدن أما تيرر كود قط بدو سي وحي لم يدور تيرر كعادي جاهو دم بيدا لكن هل تير أو در هرت تير كشرع يا مركل لعك هذا ليه وحلا السكوا هيس وحي تاي فل دم بيه هرت لعك دقيسة ودعه بمجرد waayo hadow dhaacadeen la rabaadeen ma hayn hay'addi waxaan baareysan waxay tiraa tuuran qabaahe bal warqadahan qaato dad baari kartaan baara maxkamada u geey maxkamada tuun lama keenay sidaba in dacwad ooge ama hay'ad baaris maxkamada keento warqad ay ku qoranta waxaan tuumeena wa ayan darade kamid tahay jirta waayo maxkamadu sidaba tuuna do yimaado maslahada eedaysan raadinay automatically inay eedaysan sidaysay sida saxda laakin taas ma ina dhicin tiirarka marka dambi dhaca ma jiro tiirka maadiga ahayna oo dhicitaanka falka ahna fal dhacay maba jiraba xisaabaadkan cadeyn lama keenin inay yihiin in laga tabacay waxa loo yaqaan oo lacag dhaqis tiirka kale maskaxiyana maba yimaadaba hadaan labada tiir oo kala lahayn arinta ugu muhiimsan marka waxay tahay oo ayadana ajeebka ah shardi ayaa ku xiran ba lacag dhaqis markii laga hadlayo shardigaas wuxuu yahay waa in dambi asal jiro horta dambiga asalka ahay oo lacagtan la dhaqa laga kasbaday oo xaaraanta ay aawo موكلينتين ولي هذه سنة ياليهين محكمة الدم بكم هيلين إت كلو الدم باللجوء هلاي أو العق نقص أما هالنقطة العق أرجع جحسها هالنقطة سيدي شيء جايان أما هالنقطة العق أو دراجة سلقة طبيعية مجرت عد دم بيلا هي عدينا إليه هاي هبل الدم بيلا هي دم بيجي أصل كهاي اللجوء هلاي دم بيجي العق تاس لقيها وأنا مدن صابر أكون كيس اللجوء شو بعيدنا مجرت وأنا سيف درهذي جرتي كم بتاعك ما تها يان دم بيجي أصل كهاي حتى أصل وكم عدي كران إسكده دم بيكل إني كران هذا هو هذا السنة أيضاً وعي كميت هاي نصيب ده هذا جرت أي كميت هاي ماركي تاس لقى جد بوهربا أننا جا أرنت كوس أبسان إن موكل كي أكون سامي سانكرو أكون كي سنة لعكست أي ماري كرتو لبم مبدأ وهر أنا وجد ضدنا أنه هي سنة لبا قاعدة قاعدة دكوا بدو حي تاي قفكو أصل عام بينو دمبيلية مبدأ أس براء ذم اللي رأي عندول تاعنا واه أننا جا أكون ندين لعكت ونمر تاي دمبيلة منهن xeer ilaalinta dacwada ugu ha ku anagu ku cadeysan wakiilkayga ama eedaysanaha ku cadeyso lacagtaanu inay dambi tahay markaas aan waxaan ka bixeyna bariinimada asalka ah ee dastuuriga ahayd bariinimadana shaqo lagu burburin karo arinta labaad arintaas qodobada dastuurku way ka hadleen maxkamadana horaan ugu sheegney qodobka 35 faqradiisa koowaad ka hadlaya dastuurka wuxuu leeyahay eedaysan wuxuu la mid yahay qof bari ah oo aan dambi gelin ila maxkamada si kama dambeysa ugu cadeyso dambiga loo haysto annaga marka taas aan taaganahay akoonkaada lacagu martay dambi lagu ma noqdo lacagta martay inay xaaraanta anagana dambi ku noqono cadeyn loo baahan yahay jirto sidoo kale qodobka 13 faqradiisa labaad xeerka habka ciqaabta asagana tilmaamaya in eedaysanaha waxa loo qaadanay in aanu wax dambi ah lahayn ila maxkamadi si kama dambeysa ugu xukunto
أيضاً ومبدأ ميلان عسكرناه ودفاع موجل كي أنا عسكرناه وها أنت سيدر مبدأ كليه أه شيء أنا شرعي قدام بيوقن إذ إسكما سامي سكرت قدام بواي ما ليه كرت موكل كي ينو أكون كيس العجمر سي شرعي قدام بورت موقن سي جواب سؤال شخص وحواي إسلام مبادئ أن كاد لي أيها كجواب يا أنا ماشي أنت أنا أرنت سدحات أما مبدأ سدحات كنت فعلني واحد هاي الأصل في الأشياء اللي باح أنا هو نوب بنانت هاي إن لعكست عن موكل كي أكون كيس مرسيستو لعكتها سوى حلال إلا لقى عدايو لعكتها إني حرانت عداي أنت مركي على جربا ما موكل كي على جربا لقى مرة موكل كي أكون كيس واي استعماله لعكها وين مرن إدا لجربه ودعوة أوجها dawada uga markay inuu yiraado warqad iska soo tuuray yiraado waa kana baaristi ninkaas aniga waxaan ku soo eedeeyay lacag dhaqis ama sababtu maxay tahay akoonkiisa lacag u martay akoonka moogalkay lacagtu waa martay waa mare markastayna mare cida eedeyne ama dambiila lacagtaas uga dhigay waxa laga rabaa inay la timaado cadeyn inay la timaado inaan akoon lacag la marsiiso karin sharci diiday inay keento cadeyn in lacagtaas ayna xalaal ahayn ay dambi tahay oo moogalkay ciqaab ku mudaysanay adeena taasu jirin marka waxaan leenahay asalka sida sheegnaa mabda'aas shay kasta ama fal kasta waa banaan yahay ila laga helo wax xarimaya xarimaya ama ka dhigay hadaba asalka in xisaabta bangiga qof ay marto lacag badani ma ahan xaraan mana jiro daliil sharci oo reebay arintaas labo in asal ahaan bani aadam ku xur yahay طبعاً بني آدم كأسرعان وحر دمبي وحالة ديمان. مركم هو كل شيء وحر دمبي لعان وياه. وح أرنتس بدلك روا الله مشي إلا هلو. إن دمبي كل واحد أيه إن فل دمبي ورا إن إلا هلو الله ضبط. تحسنا ما جرت. إن أسرعان دمبي لعان تا إيه بنان تا فلكو أيين خمنتي أي يقين. الله ضبط أصل. يعني أنا استوى براءة ذمة. إيه الأصل في الأشياء اللي باحة ويقين. وكنت أجي مو كل شيء. يقين تون أه. لعجى مال مرسي وحن كتوه منا إيه وحين نلطها يقين لقوم بريكر قاعدة الفقه قاعد وحيت رادي اليقين لا يزول بالشك أنا قا يقينا هاي السنة واه إن أكون كموكلين تينا إنه لعجى مرتاي حلالته هذا العدين إني حارنته سيدو كله براءة دي أصل كايدا هاي السنة واه إنه دم بالآن موكل كي وياي أرين مركل لحير تشك مرنبا كما هور إيمان كرتو لقوم من بريكرو يقين تان آن هاي نو آه إن بريء ويا قفك أصلهن إن قفك وحول بحلال ويهن إلا لا يحرم شيء قص أيضا وحواية ومبدأ أنا هاي سنة أن كده جنة هاي أنت أسمرك أو قد بمرك سد حلاس مبدأ ودم بلا أنت هي إن قفك دم بقول إن إلا لو قعد يو هي مبدأ بنان أنت أفعاش هي أيال كاس أو قد بيا ضاد يدو قد بمرك أسمرك أنت أنا دوكيمنتي دو قد بين وضاد فضو دو horta mas'uuliyadda cadeynta iyo saaranta doodalabaad waxay tahay bari ahaanshaha asalka ah markii qof eedaysana iyo dacwadoogu isu yimaadaan mid wuxuu taagan yahay inuu bari yahay bari ahaanshu asal u heysta dhinaca kale oo dacwad ogahana mas'uuliyadda saaran marka anaga way cadaam wakiilkeenu waa bari waayo wuxuu ku dhigan yahay asalka ah qof kasta inuu bari yahay ila maxkamadu ay ku heshay lagu cadeeyay dambigiis halkaas uu taagan yahay dhinaca dacwada ogeey markaa ma mas'uuliyaddu markaa waxay saarantahay in wakiilkiigu asagu isbariyeelo yiraahdo la yiraahdo adigu isbariyeel mise mas'uuliyaddu waxay saarantahay cidda dacwada soo oogtay oo ah dacwad ogeehu sida uu qabo qodobka 10aad 110 iyo qodob lala akhriyo qodobka 163 heerka habka ciqaabta oo ah in mas'uuliyadda cadeynta iyo oogistu ay saarantahay dacwad ogeeha inuu cadeeyo sida qodobka 163 uu qabo in eedaysanuhu in dambi dhacay eedaysanuhu yahay kan galay cadeynteedana keeno marka arinta ku saabsan horta in aan xisaabaadkii bangiga moogilkeega maray maanta aan ka doodno anaga aan iska difaacno meeshii ka iman karta ma aqaan oo ah cidii oogeysaba oo mas'uuliyadda u saareed in ay mas'uuliyadeedu guda weeyso in moogilkeega la yiraahdo adigu isbariyeel dawma ahaba moogilkeegu asal ku fadhiyaa waa bariba بري دينتو عدايسي قانون كان عداي دستور كعدايو هستا عدة مركز دعوة دوغل هدي اللي وياي مركز محاية محاب بناناي وحاب بناناي وحيد هدي اللي وياي محكمة دا لبدا الرماد مر ولا بدن تأدي سنة إني رعدو بري أنجيز الرعية زي صحدا أنت مركز كي قدبو سؤال عمرك عن سويدين إنه حكمة دا
أو كوبان هدي دعوة دوغو عدين ويدن بغداي إذا سنو هو يهي إن إذا سنو يهي كي غلي ما أوفر المحكمة دا ما هو واجب إن إذا سنو إسبري يلو إساقو عدين لا إيمان يو مساء إن لقاتو إن أسالحان إذا سنو يهي دن بلاان ما دام عيد دن بيوكو أغي سينو حين أرنسة دعوة دي عدين تلقى ربا يا دعوة ما دعوة أغيها دعوة أغي مساء إذا سنو عدين تعيد تلقى ربا هدي دعوة أغو كيني ويو عدين محل قدبون محكمة دعوة أغي هدو عدين كيني ويو ما وحال لي هي بلادو عدينتا كان واي تاسوا كهادي دونا مبدا عدينتا هي مبدا بري اهانشيها اصلكا وحيابي كو كلا دوينه كميتا ارينتا سو مركان كسو تقن مركا انغا موكل كيغا دفاعي سنه او تيغي دونا لبدي مبدا وهرو شيغني انو دمبل انت هي هي اي وخ ولبو سمهي او اكونده لخيري اني حلال او يهين ايان كو دسنahay سدا دراديد ادان كبلاونا مبدا الاصل براءه ذمه وحان كفهمينا علمادو شيغن اني كوسو كوبيان كو إن أنا لغو خصب كرين أما لغو إلزامين كرين أيدي سنة إنه إسبريرو مربع هدي برا أصله أصله هستا هدي بن عيد عود أوجي أو كيني وايو عدين كيني واي أصله لغو مخصب إنه إسبريرو حتى إسبري أنا شو هكذا هدي محكمة يقصوا بعد حتى عدي ما حتى مجد كجرا أصله كبريرو كرتو محكمة أصله كبريرو أيضو أيضنا راعي مبدأ قانون كيا مربع هالراعة مصلحة أيدي سنة إلا راعيو محكمة تاس أكسيد ما سمعيني شو سيد أنا أقولناي محكمة عدين تهدي كفيل ناويسو هذا سنة هو يسيدني لكن ماذا هيسو عدين كفيل ناويسه هلو هذا ماذا هيسو محكمة سيد مبدأ الرعان وأن كلنا قنوا تاس مركا مبدأ اسمه عن كسوة تجنو الرماة كلي لو بعير واحد هاي هذا سنة كستا هدي أرنتي سو شك كجرو سيد هذا على شكية كجرو تهون هدعو هيأدي لما دو باريس نوعيت هذا هو تهمنا باريس ليري هلا سمعي إن سيد عن شيء جن إنتون كاسل الرعو يتروقو دم بيسم بدأ وقو دم بيسو إباحة سلية والحيوان مركو سلية مركو عربة هل فرق فرق وده حي مبدأ دم بلا عنت إيه عدين مركي اللي جوجو دعوة ده مدني جام دعوة ده كله قفك مركي وحلو وشيكته قفك وحشيك طالع جرب قلب ينتو على المدعي واليمين على منكر حالها قار محكمة ضوئية وقوم بدن تاعي ورك فوقها فديو قفك وحو حق ليا إن أسأل لفتي سوا حدا عدي سلي لا درين عقل عدي سوا لكن عقابته وكده وأنت مبدئيا عقابته هل دنا عدين لجربا حدي الله بدر دنا عدي ما كيران الله بدر عدي محكمة دو أودي أولي هذاي قدر بحاجة لي لا بقول تمني سداد أو عديني ما دام أي سلك موين محكمة دو أيدها رد سنة لكن أنت كهر يزو ممكن كي إن أرنت أكون دورت الويديو معين أرنت أسمع كلك سوق دو حرب عدي مركين أنا قديو عدي مي وحن أقو هرم رايا وبنتي قو قدم بيدفع دايما بسأل قد بيها كو دوكومنتي دي إميجريشن دوكومنتي دانو حيكا هذا ليان كو موكل واجبات واحدة وحاكم دا عدين تيسا شغالة نمو وحاكم دا إيميل أو كور مرينا يوحي لغي شيكينا يو أو أه إنو كشقي إن الهور مريو هي أدا إنتا سيكا كوبينيهين دوكومنتي والبقراء ليرا رعصان أو شرحايا محكمة دو أفوضينا إيغو عدايمان كلا واحد تاعي وإيميل أو مستر سابر أدري شركة اللي راه سكاي سكاي إيه يريد ريد وشركة ده وكو يدي سين اللي يريد دوكيمنت بين أبورا على سواق هذاي لح إيميل أو أدري أو دوكيمنت كا وقبت أولي هاي أسوي واجبات كيس وجودنا يو دوكيمنت كا نسيان أوه بيا صار أم السرة وماشى أنا ولا جرى عبا سكاي نوع دوكيمنت كا على سواق قبت حفيز كيسة إلا كاني حرلان توك سواق قبتي إيه هنتي دوره لو جيي سكاي نوع حكوجرو دوكيمنت ده سكاي أدري iyo dokumentigi hanti dhowruhu oo ku fasaxay sky hanti dhowruhu guuda fasaxay marka dokumentigaas halkaas uu ku jiraa dhamaan dokumentidaas ayadoo cadeynay qoraalkeeda ayaan ku cadeynay محكمتنا لما كينرو السجى هذا والله سواق في دوكيمنتي والله سواق في لكن حرالي والله صعدة فرحان والله سعيد مركز دوكيمنتي قصي القبناي ما أكان صعيب كي فرحان مركز دوكيمنتي أو شكل كجرو وقف كوس سواق فيه سببت حتى الآن أنا محكمة دلوكين وحنا ربع مركز إن أوجلو بريمير بنك حسابات كيس أيام ربع إن أوجد أجلو سيس بريمير بنك هرت وا بنك كليا أو واحد كيدو ويعلن إن الله عكت كجرو تلا ولي وين كجرو مركز حساب ديري وحوم باهنا
لعجها جلنا ويكوبينهن قار ولا ليه سكي مادين دكومنتيري ويقعد هاي قيبت كروسوار ترى وقيبت كليو كيت كل عجاد أو أكون أكون ندي سكمل ويا لمش ويا لواي طبعا كل عجها أنا كبرنا لواي ماشين أقول جرتا جنوين كي شقدي سي بيلك يسوع كقاطع يونا ماشين سكوك يتسنجري عدين تي صورة ماشين وعطنا وضرت العقد كقعد العكس ماشين كتير كان كل عدي أيضا قطنا غاضب آه ماشين كذا لنا ويقعد هاي marka waxaan rabaa hal dokumenti ka dhiman wa laakiin sharaxaad yar primer bank yar rabaa markaan sharaxo primer banki moqilkeega 2022 ilaa 2023 ayuu dokumentigaas furan yahay lacagta ku dhacday waa 13,000 وكيت شخصية هذا هي العقل وكتمد رجولة ليه سعدين كده هالكاس يكون عضاي حتى العقل هذا دي أركبته محكمة ده واتس أبكا أي كشيء كيسنا يوديمه وكل يعني ينو ولا الكيس يعدين يجيب لي رهده الصعب والله هذا بحر العقل هذا يصدر كين يجوي مركز وواله ده وقدر أنا مركز يسوي شو يقولي دكومنتي يكون عضاي هالكاس وقدر أبا هالك أي كتمد العقل سوى حصولا ذهب شيرو كلام حرام مركز هنا أيضا وعدين دونا مركي أن أتقو أقول لي ما أدنو ما أنت صحيح سلام أوي ما عمرك وحرمة سلام أنت أنا وجود الجلين سلام وهم وكل كي وفرت الله بدي كنت ثمانية تضبطي السلام بحيل قاصوفرت سنة كاسور نم الله بدي كنت ثمانية تضبطي شنبق والأفرتني الله بدي دولار كل عاد سنة كذا تواني تضوادي مركو شغب بلعب شغب دولديت سنة كاس مركا ملايين دولار من أحمر سنة كحيجي وسنة كلامدو كنت تواني زيادة واحد أحمر تي زيادة كون شنبقل ي ي يصدم دولار وسنة كذا وبيلش حافظة وعيابي وجوك للدرا وسنة كلا لابد كنت تواني زيادة ومركا اللي هي العجال الله دعيو شاكا بلعبت مركا المحل عكس أكون كيس العجل ملايينه و لوديوي سنة كي لبده كن تمانية سجال أفر كن سيدات بقول تمانية سيدات أمرت جبي هانتيز سنة كي لبده كن يلا بعثن كي وحام مرتاي لعقدا لحكن صدق بقول إيشن دولار سنة كي لبده كن لبعثن يكو هل دولار ممرين وزيرو سنة كي لبده كن لبعثن يلا بعث سجال وزيرو هل دولار ممرين سنة ده هو وجود دراني هل اللي هي لبده كن يلا بعثن يلابد كل باتين يكون وابح الرأي بأكون كاس واحد دوحل دولار أو مرة مجرو مركز سؤال شو حيتاي حديبة تون إيمانه يقول ليه أكون هذا العيا مرتاي حل قدام بقول صوب بالله وإلى ما أنت محيو مروي هاوش أنا المركب حيك باللعبنة مركا أو جزيرة الله شق باللعب محكمة دنو يأرك كرتا جزيرة مركب الله شق باللعب وأغسطس إلى سنة كي لابد كنت ماني سدح دي بالله ويدي مدد أس جبي أهان تدب مدة لح سنة أو حام مري أنت كلا هذه اللي سوق جيو لحد السنة ولا صورها فوالا بدي كن طبعاً يتضبطي إلى الله بدي كن لبعتن يلا بدي لبعتن كن طبعاً يسقال بقول سقى عشان يشون دولار أمرت ولحد السنة ولا صورها لحد السنة لا بدي كن طبعاً يزيد طبعاً يسقال لبعتن لبعتن يكو لبعتن يلا بو شن سنة كميدو أدي كجرتها مركا إن عكلا بوه تومين صاحب بدي حق حتى محي أقول في رواية إن كان أكون كيسة اللي يدم يدو صواب بلعبتين بارس حتى يعني ونحرسان يد في ريان وحي كب الله وده مركا لابد يكون لبعتين يسدح هو مركي جزيل ولا شق بلعبه مو كل كي لابد يكون لبعتين يسدح إلها مركا دخل وكسو جلعي كو خرشات ك شركة جزيلة ويكو عضاي لعكس صو كمذا وأنا عضاي ندكومنتي جدا وجود بيننا لعكس صو كمذا ماشى يصامرتي الدكومنتات اللي حلين واشقة الجزيرة محكمة ضيارة كرتا لعقت أوجب بدن حلق على سامرت وخرشات كأوجب بدن جنوين جزيرة وكقاطر أيضا وأوسو قد بين دونا ودرت لعقت على سامركا جود أهانت يدو حيسكون غني أفر بقول أفرتن إيشان كون شم بقول كنتني يلا بو دبي أفرتن حسابتي دنا
دمان شقوينك وجزيلة وقبني أي قعد لا أكستوا حقعد مع أن أنت لا صادري مع أن أنت لا دقي يشقد اللجوء قبني أيضا حسابتي هذا أيضا دمستيرا أيان لو ذا جدونا محكمة تن وحواي عديمه وحكور يلا بده يكون لما تني يسدح ورغد أنا كوريج ورغد أنا وشرح يسوع ما بقولنا يسوع وحاكله وأيضا عن عديننا محكمة هذه في رسول سلامة لعكس تومرتي لعقوا يسوع دكمان حدو اللي جوجو وحكوجر وحكير كون دولار لعكس تمر كي موكل كي يسوع جارتو وحودريا سؤال عن وحدار كي يسوع ودريا حسن يسوع ورجلي محمد كاش شقق جزيلة 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 لعجها يسوع جليا وعدين دونا لعجها بدن لعكس تو تمان كون كبدن أيضاً جواب تيدو بحين دونا واسو قد بنينا لعكس تو كبدن واسو على مديني دكومنتي يحيدنا وانهينا ولسو وذاك دونا محكمة مركز لعجها سو حيوق قيب سمان انتو ده بدن لعكت اوجو بدن لعك افرتني شان كنا وحي كتمد جالكس بنك كيا لقى صادري ملكي لها جزيلة لعكت اسو صادري صابر اسو صادري اكون كيسي كسو رعد شقنا لو قبناي أفرتن كن أو إسلا أكون كاس كسر عدو نيروبي ده نيكو دو أصو واحد عسى كي وحضر لا كي وحلو مصدره أيضا هو أفرتن كن سيدو كلا وحجر العك صدن كنا وأيضا إسلا بنك جاس والعك أقو بدن يكمله العك تاس ودر تيدو بقول طبعا يشان كن يسدح بقول دولار نقله والعك تو أقو بدن أو العك هي كسر عدا أكون كاس عديمه هيدنا محكمة دولة وداعينا سلام على عدينتي دوا كنا لعجها هل كان كو قرآن شقوين كل لغو قبتي دوكمينتي كلو جزيلة وواحد لدونا لعجها كل لغو عدينتي ده وحلو لغو قبتي دوكمينتي ده أنا كشرح دونا كان عند جدجلو بريمير بنك. أنت بدأ محوك صار دونا لعجها أو محكمة السؤال شكوي دي سي أما حير لعنتو يصادر حسي يلعجها وين أن كبل عبدونا. لابد يكون يلا بعتنك. أيو بنك جي أي بي إس. مركو هاد هبشيل أي موكل كي لو قدر يجربيلك لكن مرو هذا أي جامعة وحوسو ورجستي أي بي إس بنك. لابد يكون يلا بعتنك وح مشارو وما صادعين. labada kun iyo labaatankii lacagaha dhana oo ugu jiray waa 6000 iyo 850 dollar oo xitaa markii dambe mushaarka loo bilaabay ay tahay waa 2020 2020 iyo 1 2200 dollar bisa ku jirta waa 2020 iyo 1 waa muddo baariseedkan ay kamid tahay sanadkii 2020 iyo 2 marka agoosto wixii ka bilaawday ayaa halkaas ay lacagu ka bilaabanayaan lacagaha qaar waa mushaar uga yimid ilaaha markan ka hadleyno qayb waa mushaar uga yimid hay'adda socdaalka waa 6000 maxkamaddu way arki kartaa kharashaad loogu shaqeynayay shirkada jaziila ayadana aadayn doono waa 6620 iyo lacag kale oo aan u bixin qulqul oo ah shirkada jaziila la shaqeeyo oo shaqo kala wada dhaxeeyso lacag ay u gudbinayeen wadarta guud ee martay koontada laga bilaabo 2020 2023 waa 285607 waxaan rabaa marka lacagahaas inaan u gudo gala qaar kood koow lacag maxkamaduna weydiisay jirtay oo ahayd meeshaan ku jirta shirkadan ku jirta waa 15902 dollar lacagtaas waxay dhaxmareysay oo nala weydiiyay docol iyo shirkad kale oo la yiraahdo Saxom Safe Air ayaa la yiraahdaa lacagtaas shaqo lagu qabtay shaqada lagu qabtay waxay tahay garoonka baydhabo ayaa waxa loo sameeyay laamiyo
دعول iyo shirkadaas ayaa xiriir ku dhacay laakiin shaqada waxa qabtay oo u gudbay sida qaan sheegay tan ku cadeyn doono alaabta waxa soo gaday oo diyaaradda saaro wareejiyay wuxuu ahaa saabir waana lacagaha loo soo diray kamid tahay oo ay docol u soo dirtay waa cadeyn shaqada dhaxmartay docol iyo sesco oo la xiriirta adeeg cargo ahaan loogu qaatay loogu soo qaaday ama loogu qaatay docol construction ee magaalada baydhabo ee koonfur galbeed garoonka lagu dhisay sawirka waxaan ku soo gudbin doonaa warqadii iyo ciday khuseysay qoladii baydhabo qalabkii diyaaradda la saarayay qaansheegadkii ay sascom oo dhismahaasi hawshaas ku hawlsanayd ay soo qortay oo marna 7,000 ay tahay marna 7,000 ay tahay iyo mar $1,000 maxkamaddu way arki kartaa lacagtan waxay kamideed lacagihii maxkamaddu ay ka hadashay su'aasha wakiilkii ka weydiisay mid kale aanu gudbeynaa waa boobsiina cadeyn lacagaha ka yimid jaziira ee ku socday yah suus inta yidhi intii kalmar aan maran ku gudbinaa shaqo shirkad loo qabanayay lacagtan waa arki doontaa maxkamaddu iyadana waa rasiidkii oo shirkada lacagaha kaga qaaday gelinkii dambe waa lacagihii halkaas lagu diray rasiidka uu saabir uga soo qaaday rasiidada lacagta uu shirkada uga soo qaaday akoonkiisa markuu ku shubay ayaa iyadana ay arki doontaa maxkamaddu jaziira iyo saabir labada way ku cad yihiin sidoo kale maxkamaddu waxay arki doontaa dhammaan qaansheegadkaas oo lacagaha meesha ku jira oo dhan tilmaamaya shay kasta waxa lagu bixiyey iyo qiimihiisa isu keenayaan tan waa cadeyn lacag ay ku qoran tahay alan oo maxkamaddu su'aal ka weydiisay wakiilkeeda oo ka timid docol taasoo muujinaysa adeeg loo qabtay ama loo geeyey xarunta dahab tower docol waa shirkad construction ayadaa soo dalbatay lacag ay soo dirtay waxaa loo geynayaa dhisme ay ka wada halkaas ayaa la geynayaa agabka marka waxaa soo gaday jaziira jaziirana waxaa mas-uul ugu ahaay saabir lacagta marka waxay ka timid alan ayadana waxaa arki doontaan maxkamaddu arki doontaa qaansheegadkii maxkamaddu arki doontaa shirkadaas lacagtan la siinayay iyo isu gudbintii maxaa la yidhahdaa lacagihii uu ka soo qaaday shirkadana ayadana isla intay ayagana ku qoran yihiin oo shirkada jaziira ay u qortay saabir tan waa cadayn kale waxaan odhan waxay ka hadlayaan akoonnadiisa dhaqdhaqaaqyada maro magacyada kulligood waa invoice iyo rasiib dhex maray jaziira iyo docol oo cadaynaya deegaan jaziira oo ay deganayd gabar shaqaale ah oo docol maxkamada weydiisay lacagtaanu maxay tahay lacag waxay ahayd saan jeclahay 10,000 jaziira waxay leedahay xarun ay leedahay dadaadego gabadhan gabar ajnabi ahayd waxay u shaqaynaysay docol jaziira waxay ka dalbadeen inay deegaan siiyaan lacagihii deegaanka iyo wixii la xiriiray oo dhan halkan ku qoran qaansheegadkii jaziira ay ku dalbatay iyo lacagahaas oo dhan aad arkaysaan waxaa intaas dheer heshiiskii arrintan la xiriiro kirada iyo baasaboorka qofkaas intii halkan ay ku cadiyeen waa lacagta maxkamaduna weydiisay oyna weydiisay lacagtan halkee laga keenay ay tiraahdeen ayadana cadaynteedu waa tanaa tan waa cadayn tan waxa waaye lacago iyadana cadayn ah oo maxkamadana weydiisay TGL magacaas 10,600 ahayd iyadana waxay ahayd shirkadda uu shaqaynayay mawakilkayga lacagaha ku xusan ABS ay kamid tahay waxaa shirkadan uga kiraysnay gaari uu leeyahay gaari uu lahaay heshiiskii
iyo qaanshaagadkii iyo wixii oo dhan iyo xitaa maxaa loo yaqaanaa rasiidkii lacagta ayaa halkan ku cad waa su'aashii maxkamaddu naga weydiinaysay oo shirkadaas la xiriirta ayadana way caddahay caddaynta ugu muhiimsan oo maxkamadduna weydiisay xeer ilaalintuna maalin dhan ku dheeraatay waxay tahay lacagihii la dhex marinayay akoonka saabir oo boqol kuna dabcan xeer ilaalintu way caddaysay labada shirkadoodba way la kulantay shirkaddii lacagta ka timid iyo shirkadday u socota labada way la kulmeen siday u sheegeen oo ahayd inay ayagu dhex marsiinayeen sax arrimaha ku saabsan kobcinta akoonnada horta waa duruuf ayaa keentay waddankana way ka jirtaa sababaha loo sameeyo waxaa ka mid a oo maxkamadduba ay iga aqoon badan tahay dadka xanuunsan oo kale ee rabo inay qof u qaadaan dibaddoo kale shuruudaha lagu xiro waxaa ka mid a akoonkiisa qofkaas in lacagu marta waxaa ka mid a dadka deymaha ka qaato shirkadaha ama bangiyada maxkamaddu waa iga aqoon badan tahay ayadana waxyaabaha ay ku xiraan lacagaha dhaqdhaqaaqee bangigaada lagu weydiinaa waxaa kaloo sameeyo dadka fiisooyinka dalbada waxaa kaloo sameeyo dadka mashaariicda ka shaqeeyo oo shirkadaha caalamiga oo kale inta badan dadka waxay weydiiyaan in waxay ku leeyihiin dhaqdhaqaaq hal milyan waxaa laga yaba inay ku dhahaanba boqol kun ma marta ama laba boqol oo kun ma marta akoonkaadi horta arrimahaasaa keeno waana wax lagu dhaqmo laga yaaba midkeenba inuu ku dhaqmo annagu ma ogin laakiin lacagtaasna waa caddahay shirkadday ka timidna way caddaysay jeegii iyo meeshay marsiisana way ku caddaysay shirkadday u socotana way caddaysay labadaba in lacagahaas sababteedu saase shirkadda waa boqol kun xisaabkaa la soo marsiiyey waxay ka timid docolay ka timid waxayna ku socotay sel bush waa boqolka kun waana arki kartaa maxkamaddu isla markiiba markay soo martay akoonkiisa wuxuu u diray shirkadday u socoto u diray ayadana waa tana caddaynteeda caddaynta kale waxay tahay lacag xeer ilaalintu ay ku celcelisay tiraahday fiisa waa kanaa waa meesha ugu dareedba lacagaha oo mara a b s waxaa ka mid a lacag fiisa ku qoranta fiisa maxay tahay oo macnaha maadaama meel fiisa uu ka shaqeeyo asagii fiisadaas la isku xiraa xaqiiqdu saas maa lacagtaas sideed boqol oo dollar ay ahayd lacagtaas waxay ka timid nin abti uu ah oo magaciisana halkan ku sheegi doono anigana aan la xiriiray ayay ka timid xasan khaliif aa la yidhaahdaa xasan khaliif gabar dumaashadiisa wuxuu u rabay fiisa uganda wiilkeenna waa abtigiisa isagoo la soo hadlay wuxuu yidhi weliba labaatan dollaraa kasii dhiman saabir sideed boqol iyo labaatan dollaray ahayd waa u soo diriyey wuxuu ku yidhaahday warniyo fiisa uganda iigu raadi iyo tikid gabadha halkan waxaan ku haynaa emailan kula xiriira ninkaas aan weydiinayo lacagtaas waxay tahay inuu ii sheego oo akoonka saabir uu u diray labadii bisha afaraad labada kun labaatan iyo saddex lacagta fiisa ku qoran sababta fiisa ay ugu qorantay inuu soo caddeeyo arrinta saddexaad waxay tahay xiriirka isagee saabir ka dhexeeya inuu soo caddeeyo inuu qoraalka dukumiintyada ku soo lifaaqo halkan waxaan ku lifaaqan fiisihii oo gabadhii loo jaray tikidkii oo loo jaray emailkiisa uu ku caddaynayo in lacagtaas ay ahayd fiisaha gabadhaas loo rabay macal baasaboorkeed macal fiisaheed wixii o dhan aa ku dhegan ayadana marka waxaan jeclahay saaxiibadeen inay ka tuhun baxeen oo ah fiisa meesha ku qoreed qaba ninkan qoorta ka qabadi inay meeshaas ku harta ayaan rajaynaynaa ayadana waa tana way caddahay waa lacagaha wax nagala weydiiyey ka mid aheed dhammaan inta ka soo hartay weliba wadnaa shirkadda uu la shaqaynayay iyo shaqooyinka u qabanaya hal mar aan dukumiintyada soo gedinaynaa dhammaan warqaddana waxaan ku soo caddaynay lacag kasto halka ay ka timid iyo meesha ay martay iyo ujeeddadeeda sababteeda dabcan ciddana eedaynaysay eed inay arrimahan soo caddayso laakiin su'aalaha maxkamadaha darteeda waxaan u samaynay ee ma aynan ahayn annaga baraa asliyan haysanay waxaynu xalaalay noo ahayeene dacwad ooganna haystanama jirine in maxkamaddu maadaama ayna weydiisa aan ka jawaabin intaana marka waxaa waaye maxkamadda ayagana la wadaagaya hal qaybo yara ii hartay oo aan dulmar ku samaynayo saal
أنت وحن سجود وقط المرة ووادمينا وقتك وكاتوا ووادمي واجب قبيسة. دكتور تجلس محكمة عارك دانتو تفاسيش سهل كاس أيام كعدي وحوي شقوني كجبل هذا. ضدك الجبل هذا لشقينا يورقتيه يسوق غرينا كعدينا يان وذا شقينتي شركة كلا رحيسي وذا شقينتي موكل كي كلا رحيسي وحكروا كجرو نمان أديجيت أي قبين جرين ضدكاس. لعجوه وتري جري أديجيت الجبل هذا وكي كقبين جرين كان شجعتيه يسوق قد بجرين. إيه العاجي هو أدري جرور الحكتي دي هالكان كقرن كل جود ويفسران تاعي أنا أنا هالكان سان كوسان شرعي دوكيمنت كسوق كمدنا قرال كأن كعديني هالكو كي مدا كل جسم كنا والله مت وهالشيء شركة ده شركة ده كارجو لقشوا يقان شجعت كي شركة دي هي قبل هذا يجودها إيه ليش قيني يسي وشقدو كروضة حيسي هوش أو صابر مالية دي دو قانت كوي محكمة ده عادي ما صنت